وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. أخذت صلوات ماذا؟ الأولى تطويل المسلم المصلي في الصبح وفي الظهر، لكن الظهر ركعات المسلمين كلهم إلا من وفق الله. ما بقاش طويل فاش الظهر، علاش؟ لأنها ظاهر في الأمر أن ذاك الإمام ما كيتسمعش، تيقاد تيسر والإنسان ما، ولكن ما يرجع للفقه شنو؟ أن تطيل الصورة في ماذا؟ في الصبح وفي الظهر. هذا الطويل عنده حد، يعني أغلب الأحوال لا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولا الظهر بالقصار. من صورة الضحى تدخل علماء في مسألة هذا المصحف، لكن يستش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صلى به العشاء بل الصبح والظهر. أشي يصلي يقرأ الورى من ضحى العبسة أو ما يسره الله تعالى في القرآن الكريم. من حيث مر على مسامعنا أطول صورة من المفصل من حجرات من فصلت حجرات تسمى المفصل من حجرات لصورة العبسة، وصل من عبسة لصورة الظلة، من حجرات لعبسة هو الجلي، من عبسة لصورة الضحى وصل، وما بقى قصره بلا شطر. أي أن المصحف الكريم لم يكن صورة فصلت حتى الحجرات، هذه أحيانا يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح وظهر. أو لا من صورة الحجرات وهذه الصور اللي جوا كلها وراها تهي تبارك الله ما تنزل على 70-80 آية من حتى صورة عبسة. من صورة عبسة الصور اللي جوا وراها كتعتبر الوسط، من عبسة لصورة الضحى وسط، وهذه الوسط هي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صاحب المنظومة اللي حنا كنعيشو معاها ديال الفقه المالكي يقول تطويله المصلي، تطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا وظهرا صورتين، الصبح والظهر كيصلي بهم الطوال. هذا الطوال ماشي الطوال اللي كان ملي كنتكلمو على الطوال في القرآن الكريم تنقراو البقرة آل عمران، ماشي هذا القصد، ما دون القصر. ولكن في العشاء الوسط، الوسط هو ايش؟ هو صورة الحجرات القدام حتى العبسة. إذا صلى الإمام باش صور من هذه الصور اللي كيضرب فيها هو الصبر باش يتسناو الإمام يصلي لهم الوسط في العشاء. إذا توسط العشاء أش بقى لنا؟ بقى لنا العشاء، بقى لنا المغرب والعصر. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العالم اللي نظم هذا الحكم هذا أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا وقصر الباقيين. أشنو الباقيين؟ العصر والمغرب. هذو كيقرأ فيهم بالقصار. القصار يقدر تكون صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، صورة البينة وماشي قصار. هذو في نظرنا احنا هاد الصور يقرأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب. إذا احنا دروكا باش نخرجوا من هذا الأمر هذا يكون عندنا مستقر في الدين أن يطيل المسلم في الصبح وفي العصر وفي الظهر الصورتين الأولين، ولكنه في العشاء يختار الوسط، في المغرب والعصر يختار القصار. إما قل هو الله أحد، إما قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، صح. أو لا من اللي بدأ من صورة الضحى الصور اللي جوراها حتى النهاية كلهم تعتبروا وسط، تعتبروا قصار. وراها حتى الرواة اللي كيقراو بروايات واش قالوا الحمزة هادو واش من تيديروا؟ ملي كيوصل لمكي لم يكن تيجيب شي حاجة وردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملي كيبدا في الضحى تيجيب تكبيرات، ملي كيبغي يسالي من صورة لصورة تيكون شي زيادة ما كايناش في المصحف ديال التكبيرات، علاش؟ إعلانا بأن هاد البلاصة راه قصيرة. ولكن دروك المسلمين كاع ما بقى تيقراو واش الله يطلب ربي يهدينا جميعا باش نحاولوا نرجعوا لما كنا عليه. إذا لا بد لي ولك من إطالة الصورة في الصبح، ولكن إطالة الصورة في الصبح ذاك النهار حكيت لكم قصة ديال معاذ بن جبل اللي كيصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي تسمعوا في هذه القضية اللي ذكرت دابا التطوير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إمتى هذا الشيء؟
مات سيدنا أبو بكر الصديق بأيام القرائن، وكان خليفة المسلمين هو سيدنا عمر، وكان سيدنا علي مع فقدانه لأبي بكر كان يقول له كلما أراك يطمئن قلبي على أني فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن انتك طرف قديمة. ولكن لما مات أبو بكر الصديق بشي أيام، سيدنا علي اشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشوق اللي ما يمكنش تصوره انت ولا أنا. ففي المساء في الليل رأى رؤيا، عندكم صحابه من اللي كتقولوا رؤيا شي واحد نعس وانت يحلم، لا ماشي هذيك الرؤيا، رؤيا الصحابي الجليل ورؤيته له فضل، تعتبر اش كأنها واقعية. اش توقع على هذا الرجل؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه كيصلي مع صلاة الصبح، الرؤيا فيها أنه توضأ وذهب إلى المسجد ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل معه في الصلاة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة، واش دخل؟ وسورة يوسف كاملة، سورة يوسف راه تقريبا حجب شي شوية، قرأ سورة يوسف كاملة في الركعة الأولى، وهذا الشيء في المنام ماشي في اليقظة. بعد ما صلى هذه الركعة، الركعة الثانية تيقرأ سورة الرعد كاملة قريبة منها. لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وهذا الشيء في الرؤيا ماشي في الواقع، لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم نظر رجل اللي هو سيدنا علي عنده رغبة باش يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيسمع شي حد كيناديه من جهة الباب دار، وكيشير ليه شي حد من باب من الباب ديال واحد الباب سميتو في المسجد النبوي حينها باب عمر، اللي هو 21 يوم الى مشى الانسان للمسجد النبوي راه تيلقى باب عمر فيه رقم 21. الخلاصه سمع النداء كيجي كيعيط عليه من جهه الباب ديال سيدنا عمر، واتجه ومشى جو يسبق هذاك النداء باش يتفرقوا الناس عليه، في نظره هو كيحكي. ذهب الى الباب فوجد امراه وبيدها طبق من طبق، فقالت له خذ هذا فاتيه رسول الله. وهذا الشيء رؤيا، ولكن رؤيا غير توضح لنا الامر. لما قالت ليش شد هذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا ومشى به لعند النبي. لما وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم مازال ما هضر، غير وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم هز الرسول التمر، تمره من الطبق ودارها ليه فمه. سيدنا علي مضغ ديك التمره، غير مضغها هو يقول يزيدني يا رسول الله، هو يفيق حط محطوط الطبق، فاق بانه فاق لي عند كلمه زيدني يا رسول الله، وخرج مغموم تيقول هو فان يعني من ديك ملي استيقظ من الرؤيا كان عنده الغم، علاش ما لقاش الفرصه باش يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. الصباح طب داخل ما هضرش مع بشر، هادشي في الليل. توضا وذهب الى المسجد النبوي، وكيجي سيدنا عمر بيسلم للمسلمين، وهذا هو بلاصة المغزى في القصة. لما جاء سيدنا عمر باش يصلي للمسلمين، غير كمل الفاتحة وهو يقرأ سورة يوسف كاملة كأنه شافه حتى هو. لما كمل سورة يوسف سيدنا علي قال مع راسو شنو هاد، بدا تتحقق الرؤية كيف شافها هو. جات الركعة الثانية وقرأ فيها سورة الرعد كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناد سيدنا علي بيطبق ديك الساعة، ما بقاش سمع شي واحد كيعيط عليه، مشى لذاك الباب هو من تلقائي نفسه بيشوف الرؤيا اللي شاف، مشى لجهة الباب فعلا تلقى امرأة وبيدها طبق. إلا أن القصة فيها دي هذا الأمير المؤمنين، قالت لي خذ هذا لأمير المؤمنين، ما قالت ليش باقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو جاي جاب الطبر لأمير المؤمنين في البكاء يبكي، لأنه تيتحقق ليه الواقع. لما جاء عند سيدنا عمر شد سيدنا عمر ترى ودارها ليه فمه، كيف دار الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا، غير كملها هو يقول لي زيدني. واسمعوا هنا في كاين القصه، قال لي زيدني يا امير المؤمنين، وهو يقول لي سيدنا عمر لو زادك رسول الله لزدناه. يقول لي هاد الناس واش كيشوفوا، واش عندهم كاين شي حاجه ماشي عاديه، هذا الانسان يرى بنور الله. قال لي لو زادك رسول الله لزدناك، وهو يحط سيدنا على الطبق في الارض، ويقول لسيدنا عمر أستحلفك بالله أرؤيا رأيتها، واش أنت شتي هذه الرؤيا بحالي أم غيب تطلع عليه، شكون اللي خبرك أنت بأن النبي قلت لي زيدني وما زادني، شكون قال لي؟ وتبسم سيدنا عمر ضحك، هو يقول لي والله لا هذه ولا تلك، ما شط الرؤيا ما كنعرف الغيب، واش
قال لي انا كنعرفك مزيان ملي كتهضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النور ديال اللي كيكون في وجهك شتو دروكا كان كتخاطبني بحال الادب باش تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقذف ربي في روعي في قلبي هذا الامر اللي سمعتي. بمعنى هاد الناس يطيرون الى ملكوت رب العالمين وينظرون وقلوبهم ترى ما لا يراه الناظر. لما تقن سيدنا علي بان القصه بها غير الفراسه ديال سيدنا عمر، وقد هذا اللي بيشوف القصه اتى بها واحد عدد كبير من كرامات الصحابه، ولكن ملي كتشوف كرامات الصحابه بحال هذه بحال هذا الشكل هذا كيتكشف لك واحد الغطاء استخرجنا احنا منه حاجه وحده. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايه علي صلى يوسف بيوسف كلها في رحاه؟ لماذا؟ ليعلمنا ان صلاه الصبح ينبغي اطالتها. صلاه الصبح لا بد من المسلم ان يحاول ان يطيلها ما استطاع. وكذلك الظهر ركعتي الاولين ديال الظهر، دابا كاين اللي كيصلي الظهر بحال الاولاني بحال الاخرين عنده. الا درتي المقاله ورديتي الباب ما كنفوتوش 10 دقائق في الصلاه كلها. وكان بعض البلايص اخرين كيقضيو 10 دقائق في الاذكار، والاذكار فيها بطريقه غير مشروعه حتى الاذكار وارده. غادي نجي الحصه الجايه غنتكلموا على واحد الكتاب خص يكون عند اي دار وراه رخيص وسخين وصغير، سميتو خطأ الانام في الذكر بعد السلام. كتاب مهم جيد جدا راه موجود، غادي يمشي الانسان لاي كتاب وياخذو يديرو في دارو يتحلى به هو ووليداتو ويربي عليه الاهل ديالو. سميتو اللي بيت خطأ الانام في الذكر بعد السلام، لان الذكر كاين ولكن الطريقه باش كيكون دروكا عند واحد العدد ديال الاماكن ماشي طريقه مشروعه. اذا ملي قلنا بان هذا الكيفيه بها تصلى الصبح والظهر، ننتقل الى العشاء. العشاء تختار صوره متوسطه، علاش؟ لا تكون كالطوال ولا تكون كالقصار. وعندما تصلي المغرب والعصر فاختار القصار ديال الصور لتكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا المسلم دابا ملي كيقرا كيركع، وفي ركوعه اللي صورناه ذاك النهار عمليا يركع، ولا ينبغي لراسه ان ينحني عن ظهره. خص يكون الراس ديالو ولازميتو ديالو الكيفيه اللي قلنا ذاك النهار ملي كيقول الانسان الله اكبر طبعا جهه الكعبه ويدي يديرها هكا، ما يكونش راسه محدود وما يكونش مهزوز، يكون يطقطق راسه وتكون الايادي ديالو في الركبتين متمكنتين. ملي كيكون الكيفيه ديال الركوع فماذا ينبغي ان يفعل؟ لا يبدا في الذكر حتى تهدأ المفاصل. حنا الكورس هذا الشيء اللي كيدار الله يحفظ يا اخي، ملي وصلت الى الركوع اهدا المفاصل كل مفصل يوصل لبلاصتو، دوك الكروات اللي كيدورو في اليدين وكذا زكا، عاد قول بسم الله، عاد قول في الذكر ديالك سبحان ربي العظيم واقله ثلاثا. حيت دابا الناس مساكن مع كل واحد اش عنده، ينبغي ان لا يقل عن ثلاثه اذكار. وكان رمضان بعدا في هذا الشيء اللي شفنا هذا العام ما كاينش سبحان الملك القدوس لا في الركوع ولا في الجهر ولا الصلاه، راه من السنن التي هجرت هذه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كيفوت 10 مرات ديال سبحان الملك القدوس في ركوعه. بعد الخلاصه ديال القول ان الركوع يطمئن فيه العبد واقله سبحان ربي العظيم ثلاثه، ثم يرفع من الركوع. والرفع من الركوع ذكرنا رفع اليدين في الاماكن اللي ذكرناها هذاك النهار وفي الفقه المالكي في مكان واحد عند تكبيره الاحرام. اما هذاك الرفع وارد به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاقوال عند العلماء حتى في المذهب المالكي فيه يعني اقوال راجحه ومرجوحه. الخلاصه ملي كتكون رافع ما تبدا الذكر حتى كتكون مستقم. الاستقامه اش كتقول؟
كيقول الإمام سمع الله لمن حمده، وانت كتقول بعد ما يكمل هو تقول ربنا لك الحمد أو لا ربنا ولك الحمد، ملي كترفع بها اش كدير؟ كتقول واحد الدعاء اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمع شي صحابي قرأ ولما سلم ضل عنده قال لهم من يكون قال كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله، فقال إني قد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يتبادرون يبادرون هذه كتبها، كيجريو باش يكتبوها كيتسابقوا ليها. أشنو هذا الدعاء؟ بسيط جدا. ملي كتقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الوقت فاش كتقول هذا الدعاء كتكون انت مستقيم مازال ما كتحرك. عاد ملي كتسئل اذا كنت مأموم كيقول الامام الله اكبر، انت ما تحرك، ما تقول ما تكبر ما تحرك حتى يكمل هو التكبير والانحناء اللي كتلقاه دروك راه كاين معنا تيصلي معاه بجنب، ما يمكنش يخلي الامام يكمل الله اكبر تيقولها معاه ويركع معاه. يا اخي مين زبل انصاف بلاصتك حتى يركع الامام ويفرغ ويفرغ من الركن. عاد انت الا انت هو كيكبر وانت كتكبر راه ما تصليش معاه، كتولي كتستقل. والبارحه سمعنا مصلي مساوي من اقتدى به في الاحرام او في السلام بانه ابطل صلاته ونقول الله السلامه والعافيه. ولهذا الماموم لا ينبغي ان يكون يسير الامام ولا ان يتساوى معه حتى يكمل الركن. عاد نبدا انا، هذا هو هذه الطريقه ديال الصلاه اللي بيصلي ابتغاء وجه الله. اذا بعد ان ينحن ان يرفع مستقيما فيكبر ويخر ساجدا، المسلم ملي كيسجد شنو الدواء الخدمه اللي عنده في السجود؟ غير كيطمئن وكيسجد على سبعه اعضاء. هاد سبعه الاعضاء ها واحد ها جوج هي ثلاثه، وجوج في الركب هي خمسه، وجوج في الاطراف القدمين هي سبعه. اطراف ديال الرجلين يستقبلوا القبله ملي كنتي واقف، وملي بديتي تسجد خصهم يستقبلوا القبله، ملي بديتي تقعد كيبقى تتبقى اليمنيه مفترشه مستقبله القبله، ولكن اليسريه كتفترشها ملي كتقعد بين السجدتين. اذا اثناء السجود كتسجد على جوج الاطراف ديال الرجلين وجوج الركابي، الا اللي عنده عذر مريض بهراس هذا هذا ما عندوش، جوج اليدين من هنا اللي كيحط هنا الله يرضي به هنا باطن الاكف الداخل ديال هذه البلاصه هي اللي كتحط في الارض، اما اللي كتلقاه تيحط هكا تشوفو خليه حتى يكون بوحدو ونصحو الى بغيت تصلي، ما تقول ليه والو ديك الساعه، الا قلت لي شي حاجه ديك الساعه تخلقش انا الان، لان الدعوه الى الله كتكون بالحسنى وكيف قال الله تعالى لرسوله. اذا نسجد على سبعه اعضاء في سجدتنا، لكن بعد ما نسجدوا هذوك السبعه الاعضاء اش كنديروا؟ كنقراو سبحان ربي الاعلى اقلها ثلاثه اللي قديتي عليه ديرو. إذا كنتي كتصلي لنفسك تتصلي بوحدك تتصلي نافلة في دارك تتصلي تقرأ سبحان ربي على ثلاثة فما فوق، وكتحول لواحد الحاجة مهمة في الحياة. ومع الأسف ما عطاوهاش الناس الأهمية، بل ولاو دابا إذا شافوا شي واحد كيدير هذا يولي مبتدئ. هي ماذا؟ هي الدعاء. فعندما تسجد وتتمم التسبيح سبحان ربي الأعلى ثلاثة فما فوق، اش كدير؟ كتطلب اللي خصك، تطلب ربي سبحانه وتعالى يا ربي اديني الجنه، يا ربي الجنه تجنبني جهنم، يا ربي تعطيني، يا ربي تصلح لي وليداتي، يا ربي تعطيني الصحه، يا ربي تعطيني اللي بغيتي. سجدت لله تيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما كاينش شي هيئه كيكون فيها الانسان قريب من الله تعالى اكثر من السجود. علاش؟ وسبق لنا في شي حصه ذكرنا هذا الشيء قبل ما نبداو الحصص ديال العبادات، بان ربي سبحانه وتعالى لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الاسراء والمعراج بمده، ولما نزل عليه الله تعالى يوم عاد من الاسراء والمعراج، لان بدايه هذه الصوره نزل اول يوم وبقات القضيه عشرات السنوات، نزل اقرا باسم ربك الذي خلق عشرات السنوات، وهي ما كاينش فيها سنه العزبانيه، لا ما كاينش فيها وسجود وقتري. لما وسجود وقتري رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسراء والمعراج، فاوحى الله تعالى اليه انك اذا سجدت تكون قريبا مني، لانه كان يقول ربي سبحانه وتعالى لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به تيقول له
دنا فتدلى فكان قاب قوسين. القوس هو هذا قاب قوسين. القوس يعني قاب قوسين أو أدنى قريب من ربه سبحانه وتعالى، ولكنه بعدها قال لي ربي سبحانه وتعالى سجد في الأرض وانت قريب واسجد واقترب. إذن عندما يكون العبد ساجدا يكون قريبا من مولاه. ربي سبحانه وتعالى قال لنا هكا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أشدد فأكثروا الدعاء في السجود. ملي كتكون القضية فيها القرب إلى الله والدعاء مأمور به، وديك الساعة كثر طلب اللي بغيتي. كيشتي دابا اللي بغى الدنيا ما يطلبهاش داك اللي كيملكوها بالنسبة في نظرك أنت. ربي قال لنا إن لنا للآخرة والأولى. الدنيا والآخرة عند من كاينة؟ في القبضة ديال من؟ الملكية من؟ شكون اللي كيملك هاد العقول؟ ربي. إذا بغيتيها بغيتي الدنيا طلبها لي، بغيتي الآخرة طلبها لي، صافي. وحيدة. غادي إن شاء الله تعالى نسمعوا واحد القصة في هذه القضية ديال دوك الناس اللي كتلقاهم يطلبوا المخلوق. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يهديهم. وأنا واللي كيفرح لي في هذا الجيل عندنا هنايا هو أنه كنسمعوا التسول ممنوع. وراه كاين في المساجد تحركوا راه أنتم راه ماشي كاينين في واحد العالم لأي مسجد صليتي فيه جميع الصلوات كاين غير السعاية. كاين غير يمكن يكون عندهم عذر، يمكن كاع ما يكون، يمكن يكون عندهم الدوافع، هذاك الشيء ما نعرفوش حنا. ولكن الواقع ديال الامر هو ان المساله خصها تكون يكون العبد مع ربه سبحانه وتعالى في اي شيء شيء يفعله. اذا انت يا عبد الله في سجودك تكثر من الدعاء وتطلب ما شئت، فربك سبحانه وتعالى يقول لي ولك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلقت لي ان كنت تتقي الله تعالى ترى العجائب في حياتك، وما لا يمكن لك ان تدركه يتهيأ ويتيسر. وقبل اربعه الحصص اللغه بالدقه سمعنا هذه الروايه: يا دنيا استخدمي من خدمني، استخدمي من خدمك واخدمي من خدمني. هذا حديث قدسي وجهه الله تعالى للدنيا. الدنيا كيقول لها الله تعالى اللي كيجري باش يجمع يخليه خدام عندك، واذا خدام عند الدنيا غيولي والو. ولكن من خدمني من سعى لرضايا فكوني انت تابعه له. دابا الاغلبيه الساحقه ملي كيكون الانسان يذهب مع الله سبحانه وتعالى بصدق، الدنيا كتجي من وراه بدون علم منه. وراها يعني البشر دروكا اشنو فيه؟ ملي كتبغي ربي يكتب ليك واحد الحاجه جايه انت بغيتي تاخذها بسرعه. سمعوا هذه القصه اللي وقعت سيدنا علي، يمكن سمعتوها شي مره. سيدنا علي بن ابي طالب تبيع خليفه المسلمين امير للمؤمنين، وكيدير واحد الخدمه كيتخفى وكيضر في الدوله، كيتحرك باش يشوف هو الاحوال ديال الرعيه. فركب فرسه وذهب الى جهه الكوفه، من المدينه المنوره للكوفه جهه العراق. فاذا به وصل قدام واحد المسجد في الوقت ديال الضحى، في جيبو اموال كان بيعطيها لواحد الرجل متسول قاعد قدام المسجد. قال هاد الاموال هاد البركه لهذا الرجل في نظره في قلبه، ووضعها بيده. لما قرب ليه قال بلاتي مالي ما نغطي ليه الماء ديال وجهه، ما نشريه، ندير حيله نعطيها ليه بشكل اجره. قال لي الله يرضي عليك رد لي البال هذاك الفرس. الفرس راه إذا طيح ليه سيدنا علي الجامد ما يبقى حتى يتبع سيدنا عيسى، ما يتحركش من بلاصته. ولكنه بغى باش يغطي باش زعما ما يتسمع، عطاه صدقه، عطاه اجره قاضية عسلي على فرس. هو غير دخل يصلي، الشيطان اللي كيكون مع البشر كاملين جاني عند هذاك السيد قال لي انت اش كتسنى؟ شوف هذاك الجامد فيه الدب مرصع بالدب، هز هذاك الشيء صور فيه نهارك. مشى حيد الجامد الفرس وتحرك من بلاصته. الفرس ما مشاش من بلاصته، خرج سيدنا علي تلقى فرس بوجهه. طبعا تيدور ما كيبان ليه حد، داك السيد ما كاينش، وهو يمشي بيجر فرسه تيبانوا ليه شي وحدين دايزين. هو يعيط عليه قال له اجي سير الجوطيه في كيتبع الالات المستعمله، في اللي لقيتي عنده شي لجام عطاه كاع دوك الفلوس. قال لي هاد الضنانير عطيهولي كاملين، راهما كثر حتى من الفرس. قال لي وان ابى فاصر على ان ياخذها. اعطاه دوك الفلوس مشى
هو سيدنا علي راه ما عرفش شكون غير بغى يعني ربي بغى هكا تمشي الامور. مشى هذاك السيد للسوق كيلقى واحد الراجل شاد الجنب ديال الفرس فعلا ديال سيدنا علي ولكن ولا يعرف. مشى عنده هو شد داك سميتو قال لي اعطاه كاع الفلوس. قال لي لا قال لي الذي ارسلني هكذا امرني داك الشيء اللي صدق اللي صيفطني هو قال لي. جاء سيدنا ذاك الرجل عند سيدنا علي تيلقى الجنب الفرس ديالو وإذا بسيدنا علي كيضحك تيقول واحد العباره اللي نقول لكم دابا اللي بغيتها توصل. قال لي سبحان الله هذه الضمانير كتبها الله لهذا الرجل في الحلم وابى الا ان ياخذها في الحرم ما خلاش تتوصل تتجي زربان هو تصرف هو فاش دابا يتحاسب بها يكون شور غيشدها هكا داير انا وانت والاخر والاخر يكون دابا الانسان يدير الاسباب اللي مطلوبه صافي ولكن قلبه لا يتعلق به. كشتي هذه القصه اللي قلت لكم هي طويله غادي نخليها نضيفها في شي حصه ديال اللي كتكون شويه بطوله ديال عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا عرض عليها اموال لا ما كتصورش قال لا وريني غير السوق انا بين بيع ونشري كنعرف التجاره المهم حتى ياتي وقتها. اذا الله يجزيكم بخير. المسلم يستعجل الامر فاذا به يكون اثما ولكنه اخ كيقولوا ديالنا المصريين قال لك يكون صبر القاتل على المقتول غيموت غير براسو غيموت غير بوحدو لا مات وحده ولكن زربان فك فلهذا حتى بالنسبه للرزق رزقك آتي لا يمكن ابدا ان ياخذه احد فاذا علمت ان رزقك آتي لا جديد فرضى بالقسمه الله سبحانه وتعالى والرضا بالقسمه راه وصلت للقناعه الرضا بالقسمه كيجعلك مرتاح بحالك بحال دابا تصوروا معايا دروكا نصوروا جوج الاشخاص انا عندي بيت فيه فين نعس وفين كذا وعندي واحد الرزق داكشي اللي كناكل تيسالي مع العشاء وبخير وعلى خير صحتي كامله واحد اخر جاري عنده داكشي اللي عندي انا الاف المرات واش كيدير به راه حتى هو كيستغل داكشي اللي كتستغل انت تيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكانما قد حيزت الدنيا بحذافيرها الجنه اللي عنده هاد الثلاثه راه بحال تجمع الدنيا كلها عنده لان هذا الشيء اللي كيدير منه بيت داكشي اللي بيتاكل داكشي اللي بيتستهلك صافي انتهى الامور الباقي واش ماشي ديالك كذلك الشان اللي عنده هذاك داكشي الالاف اللي قلت انا هذيك الالاف اشنو بيسولوا عليها الله اشنو دار بها واش هو استعملها فيما يرضي الله ولا فيما يغضبه ولكن مع الاسف الشديد النبي قال لنا له قوت يومي تتلقى الانسان دابا المسلم اليوم ماشي عنده قوت يومي عنده قوت قرني واذا تيقول لك احنا كنعديو الله يتوب علينا. اذا الله يجزيكم بخير رجوعا الى الى السجود اللي قلنا بانك تسجد فتطلب ما شئت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ان تقول ان تطلب ربك سبحانه وتعالى فقال فاكثروا الدعاء في السجود فهو قنين اي حقيق ان يستجاب لكم. ملي كتكون انت في السجود وتدعي بهذا الدعاء راه جدير بك ان يستجيب الله لك. علاش؟ لانك كنت في احسن هيئه يحبها الله ان تكون خاضعا وان تكون خاشعا وان تضع وجهك في الارض وبغض النظر على الزربيه ولا هذا الشيء راه القصد في الاول هو الارض ولكن هذه الارض دروك الى حطيتي في الزربيه راه ماشي عيب راه نعمه هذيك استعملتيها فيما يرضي الله ما كاين مشكل ولكنك اذا وضعت فيها نوع من الخضوع لان السجود لم يرد في اي عباده الا في الصلاه ولذلك لها قدسيتها. اذا بارك عليكم في هذا الباب الى حصه اخرى نفتح الباب ديال الاسئله اللي عنده شي اسئله فياتي بها يلا.